وكيف السامين مستقبلا. وبيشاركني الآنسة رندا عبود بتقديم هالبرنامج اللي راح تكون لسان حال الجمهور بأسئلتها لإلي لحتى أوضح شو الرسم وشو نوعيته. كمان بونسوار، منرحب فيكم ومنقلكم برنامج جديد تعلم الرسم، صحيح مدته صغيرة لكنه مفيد، وحتى تقدروا تستفيدوا أكثر بتمنى عليكم تجيبوا قلم وورقة، قلم رصاص بالتحديد، حتى تقدروا تريدوا أستاذ عصام وتتعلموا أشياء جديدة. سؤالي الأول أستاذ عصام راح يكون عن الأدوات اللي راح نستعملها بدرسنا اليوم وبالدروس المستقبلية. راح نعدد الأدوات، نعددها ونفرجيكم عليها، وبعدين منركز على قلم الرصاص. عنا قلم الرصاص، وفي عنا قلم الفحم، في عنا الباستيل الطبشوري، وعنا الباستيل العادي، وعنا الحبر الصيني الأسود، وعنا الألوان المائية، وعنا الألوان الزيتية، وكل هدول رح ندرسهم ونتعلمهم في حلقات مستقبلية بوضوح وبشكل مظبوط. بنبدأ بالأول، رح نبدأ بالأول بقلم رصاص. بقلم رصاص كيف فينا نرسم فيه وشو أنواعه؟ قلم رصاص بالأول في له أنواع، منه القاسي، الرصاص القاسي، ومنه رصاصة طرية. عادة يلي بنستعمله باستمرار نوع رصاصة إيش اسمها مكتوب عليها HB. هاي الصلاحات لا عالم الرسم بدنا نلاقيها بعدين ونشوفها ونشتغل فيها. هاي الرصاصة لا هي قاسي ولا هي طرية. القاسيين بيكونوا بيبدأوا بحرف F مكتوب عليهم F، بعدين H، 2H، 3H، 4H، هدول القاسيين. والقاسيين نستعملهم عادة على ورق كالك، على ورق كالك يلي هو نوعه بياكل الرصاص، مش هيك مستعمل القلم الرصاص القاسي. والطري، والطري إلى أسماء F، B، 2B، 3B، ومن فوق 3B بتصير قلم فحم تقريبا للألوان الفحمية. هيدا شرح صغير، بعدنا نشوفهم بعدين. هلأ كمبتدئين بالرسم، نعم، كيف فينا نبلش نرسم بقلم رصاص؟ بالأول بدنا نشوف المواد اللي حكينا عنها لحتى ياخدوا فكرة عنها. شو هي الألوان وشو هي الأدوات المستعملة، وبعدين نشرح فيها. بالدرجة الأولى قلنا قلم رصاص منه مشكلة. في عنا ألوان المائية، يعني الألوان المائية لها الشكل هيدا، بتكون عادة نستعملها استعمالها بيكون بالفرشاية و المي. نعم. بعدين في ألوان مائية تانية بتبقى بقنينة، ألوان مختلفة، كل الألوان بقنينة كمان بالمي والفرشية. وفي ألوان تالتة تسمى هيديك الأولانية اللي حكينا عنها اسمها أكواريل، وهيدا التوب، هيدا هالأنبوب، هالأنبوب في منه ألوان مائية بنسميه بعالم الرسم الجواش، وفي منه ألوان زيتية طبعا اسمه عليه لون زيتي. بعدين في عنا نوع الباستيل اسمه باستيل اللي هو طبشور، نوع من طبشور الملون، طبشور عادي ملون نرسم فيه اسمه في عالم رسم باستيل. ومنه كمان في نوع طبشور زيتي، هيدا زيتي وهيداك طبشور عادي كمان ملون كمان اسمه باستيل. هلأ إذا بدنا نشوفهم للرسوم المدروسة المعمولة بهالمواد هاي، بقدر بدلك على يلي ورا منك موجودين، هالختيار والآنسة المصورة والختيار التاني اللي حاطط برميطة على راسه. هودي بشو مرسومين؟ الختيار اللي لابس عوينات، والست الموجودة هذا بالباستيل الطبشوري، والتالت يلي فوق حاطط برميطة على راسه بالباستيل الزيتي. هيدا واحد. اثنين في عنا ورا منا في صورة الشخص اللي لابس عوانات مرسوم بالقلم الفحم، وحد منه في صورة جمل مرسومة بالحبر الصيني والجواش يلي قلنا عنه لون مائي، والصورة اللي حد منه الصغيرة هاي مرسومة بالألوان المائية أكواريل.
والجهة الثانية ما تبقى ألوان زيتية. بالطبع كلنا رح نشوفها بالتفصيل بعد شوي. طبعا بدنا نشوفها بالتفصيل. وهلا بدنا نبلش بقلم رصاص إذا ممكن. شو فينا نرسم بقلم رصاص كمبتدئين؟ نعم بدي أقوم بعد شوي على اللوح ونعطي شو بدنا نرسم بقلم رصاص. ومثل ما قلتي بالأول بشتكر قلتيها إنه إذا بيريدوا يحضروا ورقة وقلم ويحفظوا هالرسوم أكيد لأن بعتقد رح يضلون المرجع بالنهاية. صح. وهلأ رح برسم الأشياء اللي المفروض نرسمها باستمرار ودائما بقلم رصاص لحتى نتمرن عليها ومستقبلا نرسم مظبوط. بس شايفتك عم ترسم بطبشورة هون مشان ما يصير في صح الطبشورة للتوضيح على أكبر. بس بدنا نعتبر الطبشورة قلم رصاص واستمرارية بقلم رصاص. عنا قبل كل شيء الزوايا. الزاوية الحادة وعنا الزاوية القائمة والزاوية المنفرجة. بعدين عنا خطوط المنحنية والدوائر ونصف دائرية. هيدول هالخطوط لازم نتمرن عليهم دائما بقلم رصاص لأنه منهم رح يطلع معنا أشكال طيور حيوانات آدم حواء طبيعة كل شيء يتعلق بالرسم من هالخطوط يلي لازم نرسمها باستمرار بقلم رصاص بالأول ونتمرن عليها. فينا ناخد شيء مثل على ذلك؟ نعطي مثل بالدرجة الأولى. إذا بدنا نرسم طير طاير بالسماء بالزوايا لنشوف شو بيعطينا. بنعمل زاويتين قائمتين و كمان زاوية قائمة. بنعمل زاوية منفرجة ونص دائرة وزاوية حادة وهون بالنص دائرة صغيرة. بنعمل زاوية شبه منفرجة وزاوية حادة وخط مائل و زاوية حادة مع خط مائل وخط تاني الإجرين وهكذا بيتضحنا شكل طير طاير. بعدين بده يتفصل ونشوفه كيف طاير وجسمه مظبوط وجوانحه مظبوطين. فينا ناخد الشكل التاني أستاذ عصام؟ كذلك فينا ناخد الشكل التاني. إذا بدنا نرسم طير واقف بالوجه خط أفقي مع زاويتين منفرجتين وزاوية حادة. نرجع نعمل زاوية منفرجة هون وزاوية منفرجة على الشمال على اليمين شمال ويمين. بعدين بنرجع بنعمل شبه خطين مائلين مع زاوية منفرجة وزاويتين حادتين وخطين عموديين وخط أفقي بيعطينا شكل عصفور قاعد بالوجه. عم نشوفه بوجه هلا بالوجه. في أشكال كثيرة فيها نرسمها. لا طير داير ظهره هلا مش بس بالوجه كمان بالزوايا بالزاوية الحادة بالأول بعدين شبه زاويتين قائمتين بعدين زاويتين حادتين وشبه دائرة وخطين عموديين وخط أفقي بيعطي شكله هو بداير جسمه لورا. وبعدين رح نعطي تفصيل أوضح على جسمه كيف رح يكون. هون في نقول إنه استعملنا بس الزوايا ما استعملنا دوائر.
هون استعملنا الزوايا القائمة واستعملنا الحادة وخط أفقي وبعض الخطوط العمودية وشبه دائرة أو نص أو دائرة هي العين وشبه دائرة هي البرمة الموجودة على جسم الطير. بعدين بده يجينا طيور وبيوت وطبيعة وإنسان كمان بالزوايا وكمان بالخطوط العمودية والأفقية. إذا بنقول إنه حلقتنا انتهت لليوم. هلأ بظن لحد هلأ انتهت كفكرة أولى، لأنه بالحلقة الثانية رح نحكي عن الخطوط العمودية والأفقية شو بتعطينا وجسم الطير بالأشكال البيضاوية ومن ثم الإنسان والحيوان الباقي وغيره. إذا قبل ما نختم أستاذ عصام بحب أذكر المشاهدين إنه عطول يرافقونا بورقة وقلم رصاص حتى يقدروا يستفيدوا أكثر من الأشياء اللي عم يرسمها. قالوا صح. وهلأ إلى الحلقة الثانية نقولكم تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.